شهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ختام مبادرة تحدي شباب جامعة البحرين. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بأن الاستثمار في الطاقات الشبابية يعتبر من أهم وأفضل الاستثمارات التي يجب أن تعكف عليها الدول ومؤسساتها المجتمعية، وذلك لما لهذا الاستثمار من مردودات كبيرة تنعكس على جودة حياتهم بنيل الفرص الأفضل في مستقبلهم العملي والمهني. وأكد سموه أن مبادرة تحدي شباب جامعة البحرين واحدة من سلسلة النشاطات والمبادرات الهامة التي يقوم بها مكتب سموه في الجامعة بهدف رفع الاستعداد للمستقبل بين أجيال الشباب وبث المزيد من الحماس للتنافس وتقديم أفضل وأرقى ما لديهم من أفكار ومبادرات تتماشى مع عصرهم ومتطلباتهم. وأشاد سموه بالمبادرة والتي تهدف إلى تعزيز روح الانتماء وحب الوطن بين منتسبي الجامعة وتعزيز ثقافة العمل الجماعي والتنافسية بين الطلبة وإشراكهم في الأنشطة التي تسهم في توطيد العلاقات فيما بينهم، مشيدا سموه بالدور الوطني الذي تقوم به جامعة البحرين لتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار والتنافسية والتحدي لديهم، مهنئا سموه جميع الفائزين بالمراكز الأولى، وتمنى سموه للقائمين على المبادرة التوفيق والنجاح. وخلال الحفل ألقت رئيسة جامعة البحرين الدكتورة جواهر بنت شاهين المضاحكة كلمة أشادت فيها بدعم وثقة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالجامعة الوطنية والشباب البحريني وتشجيع سموه لطلبة الجامعة وتحفيزهم على التميز والإبداع والابتكار. وأضافت الدكتورة المضاحكة أن مبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة تأتي مساهمة في تحقيق الجامعة الوطنية لتطلعات المملكة وقيادتها حفظهم الله وخططها التنموية. وتشرفت رئيسة الجامعة أيضا بتقديم هدية تذكارية لسمو الشيخ خالد بن حمد. وتخلل حفل ختام تحدي شباب جامعة البحرين الذي حضره عدد كبير من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة عرضا لمواهب الطلبة المشاركين وتكريما للمشاركين والفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، كما تم تكريم بنك البحرين الوطني بصفته الجهة الداعمة للفعالية.